بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد ما اتكلمنا على الاتريبيوتس الخاصة بالانستانس، هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الاتريبيوتس الخاصة بالكلاس. طبعا قلنا ان الاتريبيوتس الخاصة بالانستانس بتكون موجودة جوه الكونستراكتور، لكن الاتريبيوتس الخاصة بالكلاس بتكون outside the constructor، يعني بتكون هنا. طيب تعالوا نعمل هنا attribute يكون مناسب للفكرة بتاعتنا. عندنا هنا مثلا برنامج بيعمل users، واليوزر دول ليهم اسماء، واحنا بديهين طبعا المفروض يكون عندنا نظام اسماء غير مصرح ان الشخص يسميها، اسماء مثلا ممنوعة not allowed، ما تقدرش تسمي بيها اسمك. طيب تعالوا مع بعض قبل ما نعمل الاسماء نطبع محتوى الممبر ده هنا تحت خالص. هنيجي نقول له print dir ونحط فيه الممبر كلاس بتاعنا. هتلاقي ان انت عندك الفول نيم والجيت اول انفو والنيم والتايتل، دي الميثودز بتاعتنا الموجوده جوه الانستانس. دي الميثود بتاعت الانستانس مش الميثودز بتاعت الكلاس نفسه، وهنشوف مع بعض الفرق بينهم في الدرس ده واللي بعده. طيب حلو جدا الكلام ده. تعالوا مع بعض كده بقى نقول له ان انا محتاج اعمل هنا مثلا على سبيل المثال اتريبيوت فاريبل يعني اسمه not allowed names. دي هتكون ليست فيها الاسماء الممنوع حد يسمي بيها، هيل مثلا، شيت مثلا، بلوط مثلا، ما ينفعش تسمي بلوط عشان انا دايما بقول اسم البلوط ده. دلوقتي بقى عندك ليست not allowed names، وهعمل run كده عشان اوريك حاجه. تحت عندك الفول نيم، جيت اول انفو، نيم وستايتل، وعندك النوت allowed نيم. ده الاتريبيوت الخاص بالكلاس. يجي حد يقول لي عشان افرق بينهم، هتلاقي ان الاتريبيوتس اللي انت عملتها هنا ما جاتش جوه الكلاس بالشكل ده. عشان تعرف بس تفرق بينهم، ان دي الكلاس اتريبيوتس بتكون ديفايند اوتسايد ذا كونستراكتور، بتكون بره الكونستراكتور. حلو جدا الكلام ده. هنعمل بيهم ايه بقى النوت allowed نيم دول؟ تعالوا مع بعض مثلا لو حبيت ان انا هنا مثلا في الفول نيم دي ابدا اشيك، انا اقدر اشيك عليهم كلهم، بس اختصارا لوقت الفيديو انا اشيك على الفيرست نيم بس. هقول له لو السيلف دوت اف نيم ان، وبعدين اقول له بقى ايه النوت allowed نيمز. بس في حاجه هنا مهمه، بص كده لو جيت كتبت نوت مش هيكملها لي. ليه؟ لانه لازم تحدد له اسم الكلاس بتاعك ممبر دوت عشان تقدر تاكسس كل الاتريبيوتس اللي فيه. هنا بقى لو قلت له not هيكملها لك زي ما انت شايف not allowed names. طيب هنا انا بقول له ايه بالظبط؟ بقول له لو الفيرست نيم بتاع الشخص موجود في قائمه النوت allowed names اللي هي القائمه الغير مسموح ان حد يسمي بيها، هعمل ايه؟ هريز ايرور. هقول له ريز فاليو ايرور، هطلع ايرور بيقول له مثلا نيم not allowed، الاسم ده غير مسموح بيه. طيب غير كده بقى، لو شخص كتب اسم مناسب وزي الفل خلاص رجع له الاسم بقى كامل وكله تمام وزي الفل. ولو عملنا run، خلينا دلوقتي نطبع مثلا زي ما كنا عاملين get all info ودي هنهمشها وهقول له اتفضل. في مشكله؟ مفيش مشكله. هلو مستر اسامه، your first name is مثلا اسامه محمد السيد. طيب جينا دلوقتي عملنا يوزر رابع، هقول له member 4، وmember 4 ده كتب شت وكتب هنا مثلا هيل وكتب هنا ميتال وكتب هنا مثلا دي دي اي حاجه، وهقول له ان انا محتاج الممبر 4 ده اني اطبع الفول انفو بتاعته واقول له اتفضل. قال ايه هنا؟ فاليو ايرور، نيم نوت allowed، يبقى الشخص ما يقدرش هنا ان هو يسمي الاسماء دي. فاحنا استخدمنا دلوقتي الاتريبيوتس الخاصه بالكلاس عشان نشيك فيها او عشان نشيك عليها هل اسم الشخص مناسب ولا لا. طيب حلو جدا الكلام ده، وخلينا نرجع للممبر 3 زي ما كان عشان البيانات تكون سليمه معانا وزي الفل. نعمل مثال تاني عن الاتريبيوتس اللي ممكن تكون موجوده في الكلاس. طيب زي مثلا اليوزرز نم، يوزرز نمبرز، او مثلا يوزرز كاونت، زي ما تحب. عدد اليوزرز اللي عندي صفر، البدايه خالص ما بيكونش عندي ولا يوزر، تمام كده؟ تمام. عايز الكونستراكتور اول ما ينشئ انستانس جديده هقول له ان الممبر دوت، بص هيجيب لي كل حاجه جوه الممبر، ومنهم زي النوت allowed نيم اهو، منهم ايه يا شباب؟ اللي هو اليوزرز نم. مالها بقى اليوزرز نم دي؟ هقول له زائد يساوي واحد، اللي هي معناها ايه يا شباب؟ اللي احنا اتعلمناها
members username بتساوي نفسها زائد واحد. احنا اتعلمناها وعملنا عليها امثله كتير لحد ما الناس زهقت. طب ايه اللي بيحصل كده؟ حد عارف اللي بيحصل؟ ان انت اول ما بتكونستراكت انستانس جديده اليوزر نمبرز بعد ما كان صفر بيزيد واحد، لو كان واحد بيزيد اتنين، فكل ما ننشئ يوزر من الكلاس ده هنزود على اليوزرز نمبر واحد عشان نعرف عدد اليوزرز اللي عندنا. طيب جميل قوي الكلام ده. ازاي بقى ناكسس البيانات دي؟ تعالوا مع بعض تحت كده، عندنا اربع يوزرز اهم، صح؟ خلينا نهمش كل الكلام ده، وادي الاربع يوزرز بتوعنا. تمام، قبلهم عايز اطبع print الممبر. بص تقدر تاكسس على اي حاجة جواه مفيش مشكلة خالص. جوه الممبر عايز اكسس على اليوزرز نم، عندي كام يوزر دلوقتي؟ حلو الكلام. تمام، بعد ما انشئ الاربعة دول هعمل تاني طباعة لليوزرز نمبر عشان اشوف رقمهم. زي ما انتم شايفين كانوا صفر، انشأت اربعة انستانس من الكلاس بتاعنا، بعد كده قلت له اطبع لي العدد بقى اربعة عشان تكون عارف. طيب حلو جدا الكلام ده. طب ما تيجوا مع بعض نعمل ميثود ظريفة كده بتحذف يوزر. هقول له define مثلا delete user. delete user بتقبل مني السلف كالعادة. طيب delete user دي هتعمل ايه؟ هتقول لي بس member dot users num ناقص يساوي واحد. معناها ايه يا شباب؟ انا عارف الناس زهقت بس انا عايز اخليكوا بعد ما تفهموها تحفظوها. معناها الممبرز دوت يوزرز نم بتساوي نفسها ناقص واحد. حلو، ده معناه ايه؟ الديليت يوزر دي معناها ايه؟ معناها ان حضرتك هتحذف يوزر من اللي انت عملته. طيب تعالوا نكتب له رساله كمان بعدها، هقول له مثلا ريتيرن مثلا اف يوزر، واكتب اسم اليوزر اللي الشخص هيعمله سيلف دوت first name وبعدها كلمة deleted. بس كده يا شباب بقى عندي ميثود بتحذف اليوزر عشان كمان نجربها بالمرة. طيب حلو جدا الكلام ده. تعالوا مع بعض كده، بعد ما احنا انشأنا اربعة يوزر وطبعنا العدد بتاعهم قد ايه، هروح مثلا على سبيل المثال هنفذ الميثود. هقول له print بالشكل ده، وهقول له مثلا مين اللي انت عايز تحذفه؟ الممبر 4 مثلا عشان هو الاسم بتاعه غريب. هقوله member 4 dot delete user. هنفذ الميثود بتاعتنا الظريفة دي اللي اسمها delete user، وهطبع بعديها عدد اليوزرز هيكون كام. هقوله اتفضل وتعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة عدد اليوزر كان صفر، انشأت اربعة يوزر من الكلاس بتاعنا، بعد كده كتب لي هنا user chat deleted، او ممكن تقول is deleted زي ما تحب مفيش مشكلة. بعد كده جه عدهم لقوم تلاتة عشان انت حذفت منهم واحد. الميثود بتاعتنا قللت واحد من الاتريبيوت الخاص بالكلاس اللي اسمه يوزر نم. كده الحمد لله تمام يا جماعه، عرفنا يعني ايه اتريبيوت خاصه بالكلاس. فاضل بس حاجه ظريفه جدا اوريها لكم في الفيجوال ستوديو جميله. لو وقفت على الممبر دي هيجيب لك ممبر هنا زي ما انت شايف، لو دوست عليه هيجيب لك الانستانس اللي طالعه منه، تقدر تختار اي واحده فيهم هيوديك عليها على طول زي ما انتم شايفين. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.